باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. من ضمن الحاجات اللي تجيب رجاء للنفس إن ربنا يقدر على كل حاجة. إن كنا إحنا ما نقدرش ربنا يقدر. دائما الشيطان في حربه للإنسان يقدم له صورة مظلمة، يظهر له ان جميع الابواب مقفلة والسكك مسددة وانه لا خلاص، زي ما قال داود في المزمور الثالث: كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإله. يقود الإنسان إلى اليأس، إلى التعب، إلى الضجر، يصور له ضعفه وعجزه، يقول له مفيش فايدة، خلاص ضايع ضايع، يصور له صعوبة الباب الضيق والطريق القرب، يوري له ثقل الصليب وعدم القدرة على احتماله، يشعره بأنه لا فائدة. طبعا الإنسان اللي يضع أمامه المصاعب هيتعب. على رأي المثل الذي يقول: الذي يرقب الريح لا يزرع. لو عدت تفكر النهاردة هتيجي ريح أمشيرية تشيل الجو كله وانتش زارع، وإنما الكتاب يعطينا فكرة عن أننا لا ننظر إلى المتاعب إنما ننظر إلى عمل الله. ربنا دايما بيشتغل وبيشتغل لخير الإنسان، ومساعدته موجودة والمعونة بتاعته موجودة، ومن يتكل عليه لا يخزى. ضرب لنا الكتاب أمثلة كثيرة جدا، سواء في قصص المعونة أو في قصص التوبة أو في قصص الإيمان. يعني مثلا من كان يظن ان موسى الطفل الصغير اللي مرمي في الصفر ومحكوم عليه بالموت قبل ما يتولد يصبح زعيم لشعب وقائد لأمه ويخاف منه فرعون ويقول له أخطأت إلى الرب وإليكما، إليه هو وهارون، ويقول له صلي من أجلي، والكتاب يقول له جعلته إلها لفرعون، يعني سيد ورب ليه ومتسلط عليه. مين كان يظن ان الطفل ده اللي مرمي في المية واهله خايفين عليه وبيقولوا هيموت وربنا يستر، ده يقدر يشق البحر ويعمل طريق فيه، ويقدر يضرب الصخرة تنزل مية، ويقدر ينزل للناس البن والسلوى من السماء؟ مين كان يقدر؟ لكن احنا نقف قصاد كل ده ونقول له: يا رب قوتك عظيمة، قدرتك لا تحد، انت تستطيع كل شيء. انت تستطيع ايه؟ كل شيء. ده موسى ده اللي كانوا خايفين عليه يموت في طفولته، ده عاش 120 سنة. مش بس نيجي في طفولته، وفي حياة طويلة أمام الله. خدوا واحد زي شاول الترسوسي، من كان يظن إن شاول ده يبقى أكبر معين للكنيسة، اللي كان مضطهد للكنيسة وقال: أنا الذي كنت من قبل مضطهدا للكنيسة وكنت مفتريا.
اللي كان بيجر رجال ونساء إلى السجن، لكن ربنا قادر إنه يغير القلوب، ربنا قادر يحول الشر إلى خير، ربنا قادر يحول الاضطهاد اللي موجود عن شاول الطرسوسي إلى بركة ونعمة وكرازة وخدمة للكلمة. ربنا قادر يعمل كل حاجة، ربنا قادر يعمل كل حاجة. صدقوني أنا وقفت أمام آيتين، آية منهم كبيرة جدا وآية أكبر وأكبر وأكبر. الآية الكبيرة هي اللي بتقول كل شيء مستطاع عند الله، غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله، كل شيء مستطاع عند الله. لكن في آية أكبر وأكثر تأثير، الآية اللي بتقول كل شيء مستطاع للمؤمن. يعني مش عند ربنا كل شيء مستطاع، ما دي معروفة، دي لو واحد يقولها لك قول له احنا عارفينها، لكن كل شيء مستطاع للمؤمن. زي ما بولس الرسول بيقول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. هنا تأتي قوة المؤمنين، ان المؤمن لا ييأس ابدا، لا يضعف ابدا، لا يفشل، يشعر ان كل شيء مستطاع. ده انت لو عندك ايمان تقول للجبل ينتقل فينتقل، لو عندك ايمان تشق في البحر طريق، لو عندك ايمان. اذن المهم ان الواحد يؤمن بان كل شيء مستطاع، تؤمن ان كل شيء ممكن، وان الله لا يعثر عليه امر. اللي ما تقدرش عليه انت يقدر عليه ربنا، واللي ما تقدرش عليه النهارده تقدر عليه بكره. ده في كلمه لطيفه في سفر ايوب بتقول ايه، الله يغلب لا الانسان. الحاجه اللي انت ما تقدرش عليها ربنا يقدر عليها، كل حاجه ممكن. لازم تتاكد وتعرف ان العالم كله في ايد الله، ان حياتك ومستقبلك في ايد الله، ليست في يد انسان ولا في يد اعداء ولا في عوامل بشرية ايا كانت ولا في حوادث ولا حاجة بك. حياتك، مستقبلك، مصيرك، راحتك، كلها في ايد ربنا. ما دام في ايد ربنا تنام وتستريح بالايمان. لازم كده، لازم تعرف ان ربنا ضابط للكل، واخد باله من كل حاجة، مش خلق الدنيا وسابها، خلق الدنيا وبيرقبها. وفي آية معزية في المزامير تقول ايه، الله لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين. جايز يترك العصا تصيبهم، يعني تخبط فيهم خبطة، لكن تستقر لا، تستقر لا. داود يقول ايه، يقول على ظهري جلدني الخطاة وأطالوا إثمهم. طب وبعدين، الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة. فالراجل المؤمن ما بيهموش، يعيش مع ربنا في فرح وفي سلام، ولا يهمه لا ضيقات ولا مصاعب ولا تعب. يقول لك ربنا قادر على كل شيء، إن لقى ضيقة يقول ربنا هيخلصني منه، إن رأى مشكلة يقول ربنا هيحلها، إن لقى باب مقفول يقول بكرة يتفتح، إن ما اتفتحش النهاردة يتفتح بكرة، لكن هيتفتح هيتفتح. يعيش بقى بالإيمان في فرح وفي سلام وما يتضايقش، يعيش في رجاء إن كل حاجة هتمشي مظبوط، كل الأشياء تعمل معا للخير
للذين يحبون الرب. ما دام كل الاشياء تعمل معا للخير يبقى انت ما تتضايقش ابدا، كله للخير. جات لك نعمه تقول للخير، جات لك مشكله تقول للخير، كله للخير. هو احنا يعوزنا ان تكون لينا القلوب المتسعه اللي تساعد مشاكل وتساعد ضيقات وتساعد تجارب، تتسع لكل شيء وما تتعبش ما تتضايقش. القلوب الضيقه هي اللي بتتعب. تقابل واحد تلاقي دمعته على خده، ليه؟ عشان مشاكل؟ مش عشان مشاكل، عشان قلبه ضيق، عشان ايمانه ضعيف. في ناس لا ينظرون الا الى النقط السوداء، تقعد معاه يقول لك الدنيا كركبه خلاص، روح ده جرأ لك ايه يا عم، خليك شديد شويه كده، ايه الحكايه؟ في مشاكل، في مشاكل وفيه ربنا، فيه مشاكل وفيه ايه؟ وفيه ربنا، وربنا بيحل المشاكل. ليه انت تقف عند المشاكل وما تتقدمش خطوه تاني؟ فيه مشكله وفيه ربنا، وفيه ربنا بيحل المشكله، دي حاجه تمام. ان جات لك مشكله تقول ده هو ربنا ساكت، ده ربنا شغال وهيحل والحاله تبقى عاد. يعني تلاقي قصادك جوليات كده واقف زي الوحش، تقول ان وجد جوليات هيوجد داوود يديله حصوايه ينزله الارض، لكن لا تظن ان يوجد جوليات بدون داوود، مش ممكن، لا يمكن ان يوجد جوليات ايه بدون داوود. فما تخافش، تخليك راجل شديد وزي الحديد. مين كان يتصور ان نحميا الاسير، اسير الحرب الموجود في عهد ارتحشست الملك، يكون هو الراجل الذي يبني اسوار اورشليم؟ مين كان يفكر اسير هو اللي يبني ده؟ يمكن كل احلام الاسير انه يخرج من القصر، لكن يخرج والملك يبعث معاه جوابات ويدي توصيات للولاة ويبعت معاه المؤن ويخليه يبني. ده شغل إلهي. صدقوني لما نتتبع يد الله في الأحداث، إيد ربنا وهي بتشتغل في الأحداث، كل يوم يزداد الإيمان وكل يوم يزداد الرجاء. ربنا بيشتغل. عارف المشاكل اللي بتجيلك دي؟ دي يمكن جزء بسيط، ده في مشاكل تانية كانت جاية لك وربنا زوحها في السكة ومشها قبل ما توصل لك. يعني انت بتشكر ربنا على المشاكل اللي شفتها وربنا انقذك منها، لكن ما بتشكرش ربنا على ان في شيطان كان جاي لك من بعيد وربنا بصله كده وقال له ابعد، اوعى تقرب عليك، فما قربش عليك. وانت ما بتشكرش، وانت ايه اللي عرفك ان ده كان جاي؟ يا ما في حاجات ربنا بيبعتها من قبل ما توصل ومن قبل ما تحصل. فربنا بيحمي البشر وبيرعاهم، شبه نفسه بالراعي، الراعي الصالح، الراعي الصالح اللي يبذل نفسه على القرار لكن ما يتركش القرار تكون ضيعة. إذا رأيت الحاضر مظلما لا تنظر إلى الحاضر المظلم، إنما انظر بعين الرجاء إلى المستقبل المنير. تقول النهاردة ضلمة بكرة هيبقى فيه نور، مش بيقول كان مساء وكان صباح يوما واحدا؟ انت تقف عند كان مساء وخلاص ما تكملش؟ لا، كان مساء بعدها وكان صباح، هو اليوم الواحد. كانت مشكلة وكان حل،
واحد يقف عند أول آية في سفر التكوين ويقول ياه ده الحكاية تعب أوي. ليه؟ يقول لك في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة. ويروح واقف عند هنا، صحيح الأرض خاربة وصحيح خالية وصحيح مغمورة بالمياه وفوق المية ظلم، طب وبعدين؟ وروح الله يرف على وجه المياه، كملها عشان تصحى لنفسك. وروح الله اللي بيرف على وجه المياه ده ساكت ويقول في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلم، وروح الله يرف على وجه المياه. ثم قال الله ليكن نور فكان نور، ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلمة، ودعا الله النور نهارا ودعا الظلمة مساء، وكان مساء وكان صباح يوم واحد. إذن ربنا بيقول ليكن نور فيكون نور، وبعدين يفصل بين النور والظلمة. ما تقفش بقى عند الأرض المظلمة وتقعد تلطم جنبيها وتقول ضعت وما فيش فايدة، لا، استمر شوية كده، خلي عندك الإيمان اللي يشعر بإن الله بيعمل وبيعمل بقوة وبيغير الأحداث وبيغير القلوب وبيصلح كل حاجة. ده لو ما كانش فيه مشكلة وتتحل أنت مش هتصل إلى حياة الشكر. يجي لك منين الشكر ده؟ كيف تصل إلى فضيلة الشكر إلا إن فيه مشكلة وتحلت؟ ده لو ما فيش مشكلة وتحلت ما تاخدش خبرات روحية، ما تاخدش فكرة عن ربنا اللي بيشتغل، ما يزدادش إيمانك. ده كل المشاكل دي لها أهداف روحية تعرفها بعدين. الإنسان المؤمن يبص لبعيد، مش يبص تحت رجليه، لا، يبص لبعيد، يبص لبعيد. يعني النهاردة تعب، بعد شوية كله هيتصلح، كله كله كله. امتى؟ ربنا يجي ولو في الهزيع الأخير من الليل، لكن لازم يجي، ولازم ينتهر الأمواج وينتهر الرياح ويصلح كل حاجة ويمشينا معاه فوق المية كده. هل كان يتصور بطرس ده انه هيمشي على المية قبل ما الناس بقى يعرفوا، قبل ما يعرفوا انعدام الوزن والحاجات، كان يقدر يعرف انه هيمشي كده على المية؟ لكن ممكن، غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله، ومستطاع عند الناس اللي عندهم إيمان. لازم أيضا تعرف إن ربنا لو اشتغل معاك يستطيع إن ينزع منك الخوف. هي مشكلة الناس إنهم بيخافوا، مشكلة الناس إنهم بيخافوا، والخوف ده بيتعبهم في حياتهم. الخوف ده دليل على ضعف الإيمان على طول كده. منين ما تلاقي نفسك خايف، حط جنب الخوف يساوي عدم إيمان. أما المؤمن فلا يخاف أبدا أبدا. ده بيقول إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شر. ليه؟ لأنك معي، أنت معايا، ده الإيمان. إذا أنت معايا أخاف من إيه؟ يقول إن يحاربني جيش فلن يخاف قلب، وإن قام علي قتال ففي هذا أنا مطمئن. أهو ده الكلام. المؤمن بتاع ربنا ما يخافش أبدا، مستحيل تلاقيه زي الحديد كده، مش زي الحديد المطاوع، زي الحديد الصلب، لا يخاف. يقول ايه؟
مرارا كثيرة حاربوني منذ صغري. طب وبعدين؟ وإنهم لم يقبلوا علي. ما تاخدش النص وتسيب النص. في العالم يكون لكم ضيق، دي النص، ثقوا أني قد غلبت العالم، دي النص التاني، تتسوى على طول. يا ريت تتذكر أعمال الله الجميلة مع الناس، يا ريت تتذكر يد الله في التاريخ، يد الله في الأحداث، يد الله في الضيقات، إزاي ربنا بيشتغل. لو بصيت في كده تلاقي كل الأمور ماشية مظبوط. لو يوسف الصديق وقفت آماله عند وجوده في السجن يبقى ضاع، يقول بقى كده يا رب، كده كده اللي تعمله معايا ده، ما أنا أسلك معاك بكل أمان وأطيعك أكثر ما أطيع الجسد. وبعدين تجيني التهم الرضية ويجيني الظلم وأترمي في السجن وتطول المدة علي وانت ساكت. يا يوسف انتظر يا حبيب، دي الحكاية جاي وجاية بوفرة، مش جاي خير بعدل، مش خير بطوفان كده. ربنا هيحلها بطريقة من أجمل ما يكون، وتنتقل من السجن ليس إلى الإفراج، وإنما إلى إنك تبقى الراجل الثاني بعد فرعون، وإخواتك يجوا لك وتتقابل مع أبوك وتتقابل مع بنيامين وتبكي على كتفه زمانا وتنبسط وتفضي اللي جواك. تفضي إيه؟ اللي جواك. بس الواحد يمتد شوي، مش يجي عند الضيق ويروح واقف. امشي كم خطوة قدامك، امشي كم خطوة، كم خطوة تلاقيها استريحت. إن لقيت نفسك ما عندكش قوة تقول الله قادر أن يغلب بالكثير وبالقليل. الله قادر أن يغلب إيه؟ بالكثير وبالقليل. عبارة قالها يوناثان ابن شاول في حرب، الله قادر أن يغلب إيه؟ بالكثير وبالقليل. الله قادر أن يغلب بجيش يشوع، وقادر أن يغلب بحصاد داوود، يقدر بده ويقدر بده. الله قادر أن ينشر الكلمة بعلم بولس الرسول وفلسفته وحكمته، وقادر أن ينشر الكلمة بجهالة الصيادين. قادر دي ودي، ربنا يشتغل بالكل، ربنا يشتغل بالكل، يشتغل بالقديسين الجبابرة اللي زي يوحنا الحبيب، ويشتغل بالعشار اللي في مكان الجباية زي متى الرسول، بيشتغل بالكل. كل حاجة تيجي في إيد ربنا يعمل بها عمل، حتى لو كنت حصواية. إذا كانت الحصواية في إيد داود عمل بها عمل، يبقى الحصواية لو جت في إيد ربنا يعمل بها إيه؟ يعمل بها عمايل، مش عمل بس. الله بيعمل حاجات كتيرة جدا، إحنا لازم بس نطمئن إلى عمل ربنا. التلاميذ غلطوا لما افتكروا ان المسيح نايم في السفينة، قالوا له يا رب انت نايم، اما تبالي اننا نهلك؟ تهلكوا يا ضعاف الايمان، تهلكوا المسيح جنبكم؟ ده نوم المسيح اكتر من يقظة الجبابرة. انتوا ايه؟ اوعى تفتكر ربنا نايم بصحيح، الله لا ينعس ولا ينام. ده المسيح هو نايم كان واخد باله من كل حاجة، واخد باله من كل حاجة. الجسد نايم والروح بتشتغل. لطيفة العبارة التي قيلت عن زربابل. زربابل ده اللي قعد بناء الهيكل، وكان من رجال السبي أيضا، عشان كده سموه زربابل، يعني زرع بابل، يعني اللي اتولد في بابل في أرض السبي. ربنا يقول إيه؟ من أنت أيها الجبل العالي؟ أمام زربابل تصير سهلة، سهلة يعني أرض منبسطة يعني. من أنت أيها الجبل العالي؟ كل ما تجيلك مشكلة تقول لها
من أنت أيها الجبل العالي؟ أنت مين يا أمام ربنا تصير سهل؟ بيقول لك الرب يدوس على كبرياء البحر، عند ارتفاع لججه هو يسكت. خليك بقى واثق ان لو البحر هاج عليك عند ارتفاع لججه ربنا بيسكت. انت تتعب لو شعرت انك واقف لوحدك، لكن لو ربنا واقف معاك تقول استطيع كل شيء. لو ربنا واقف معاك تقول استطيع كل شيء، ومفيش حاجة تقدر علي ابدا. طب شوفوا مثلا في انتشار المسيحي، وقف ضدهم الأباطرة الرومان، نيرون، ديوقلديانوس، ماكسيميانوس، جبابرة، ده 10 قرون للوحش. جرى ايه؟ راح نيرون وراح ديوقلديانوس وبقيت كلمة الرب ثابتة. ماري مرقس جه مصر، ايه الصعاب اللي لقاه؟ لا تحصل، ده راجل كان جاي جزمته متقطعة وحالته حال، كان يفكر انه ينشر الايمان في البلد كلها. ممكن ربنا بيدبر حاجات كتير. فكركم يعني مرقس قبل ان ينس بمحض الصدفة؟ ربنا مدبر الحكاية منذ الازل، وكاتب ربنا في التاريخ قبل ان يحدث ان مرقس اول ما هيروح هيقابل ان ينس، وهيحصل ويحصل ويحصل. تقول لي انا خاطي وتعبان وخطيتي متلتلة ومجعمسة ومدهبسة ومزغمدة وزي ما تقول لياكل، قد مش عارف هترجمها ازاي، الا هتكون خطيتك اكتر من زكى العشار. زكى العشار كان ظالم وكان قاسي وكان مكروه ومزدرى من الناس، ولكن جات نعمة ربنا وقالت اليوم حصل خلاص لأهل هذا البيت. مهما انت كنت خاطئ، هتكون خاطئ زي أغسطينوس اللي أمه بكت عليه بدموعه ل20 سنة، طلع ايه بعد كده؟ طلع قديس كبير. مهما كان خلي عندك رجاء، قل له يا رب احسبني مع أغسطينوس، مع موسى الأسود، مع بلاجي، مع مريم، مع بتوع التوبة دول كلهم. ربنا قادر ان يحول القلب، هو اللي بيشتغل. بيقول اخذ قلب الحجر اللي عندكم وحط بداله قلب لحم، ارش عليكم ماء طاهرا فتطهرون. انا اللي هعمل دي، اضع روحا في داخلكم. هو ربنا اللي بيعمل دي. ما تيأس ابدا، قل ربنا قادر. أنا دلوقتي بحب الخطية موت، ربنا قادر يكرهني في الخطية، مش أنا اللي هكرهها، هو اللي هيكرهني فيها. يكرهني فيها إزاي؟ أنا مش عارف، لكن هيجي وقت يكرهني فيها. ربنا ليه طرق، أنت هتعدل عليه، سيبه هو يشتغل. قل له يا رب كرهني فيها وسيبه هو يكرهك فيها. ليا عادة معايا 10 سنين 20 سنة ما بطلتهاش، إن شاء الله هتبطلها في السنة 21. ربنا قادر، هو يعني ربنا بيشتغل، هو قادر على كل شيء. بس المهم إن يكون عندك الإيمان اللي تؤمن به إن ربنا هيشتغل. حد كان يفتكر إن أريانوس اللي اضطهد المسيحية في مصر اضطهاد صعب جدا جدا، لما كان واحد شهيد يتعبوا معاه يحولوه على أريانوس يتفنن فيه التفنين، أم أريانوس ده يؤمن بالمسيحية ويصير شهيدا ويكون له يوم عندنا في السمكسار؟ مين يفكر فيه؟ الله قادر، قادر. ده يمكن ناس كانوا بيصرخوا يا رب نجينا من أريانوس، يقول استنوا بس، ده أنا محضر له تحضيرة، هتشوف ده هيبقى شهيد ويبقى مؤمن ويخش ملكوت السماوات معاكم. ده انا ساعات افكر لما بولس الرسول يخش في السماء ويقابل استفانوس يكون وشه فوق، وهو اللي بهدله اخر بهدل، ولا حاجه استفانوس هيقول له ولا تتكسر.
انا ظهرت لك ومبسوط ان جيت. من النوع ده كتير بقى، من النوع ده كتير. مين كان يفكر ان بطرس الناكر اللي انكر المسيح وضعه في امام جاريه يبقى هو الراجل البطل اللي يقول ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس ويجاهد ويكافح لنشر الايمان؟ مين يفكر؟ ده ربنا له تصرفات عجيبه. ربنا يحول المر الى حلو، ويحول الخاطي مش الى تائب، يحول الخاطي الى قديس. ربنا بيشتغل شغل عجيب، بس المهم انك انت تحط ايدك في ايد، مش تقول له يا رب اشتغل وانا هنام على بال ما تجيني تصحيني من النوم. لا، اشتغل معاه، اشتغل معاه، اشترك مع روحه القدوس في العمل، ادخل في شركة الروح القدس. يعني ربنا قادر، لكن في بعض امور انت لازم تعملها علشان تحس بعمل الله فيك، وعلشان تؤهل الى عمل الله ايضا. اول حاجة مفروض يكون عندك ايمان لكي تعيش في السلام وفي فرح الايمان وفرح الروح القدس. لازم يكون عندك ايمان، وان ما كانش عندك ايمان قل له اعن ضعف ايمان، اديني الايمان من عندك، اطلب من ربنا ان يعطيك الايمان ان لم يكن لك هذا الايمان. اطلب من ربنا. وبالايمان تقدر على كل حاجه، لانه بيقول لك كل شيء مستطاع للمؤمن. تاني حاجه مفروض انك انت ترد على المخاوف التي تاتيك. لا تستسلم لفكر اليأس ولا فكر التعب ولا فكر الخوف. ترد على الأفكار. الرد على الأفكار تدريب روحي جميل. كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإله. ده بيقولوا كده، لكن أنا لا، ده أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت لأن الرب معي. ده هم عثروا وسقطوا ونحن قمنا واستقمنا. فكر نفسك. ممكن ايضا ترد بالايات. الانسان اللي يحفظ ايات كتير يقدر يعيش سعيد في حياته. كل ما يجيله فكر يرد عليه بآية. يجيله فكر خوف يقول له لا، ده ربنا بيقول انا هو لا تخاف، بيقول له لا تخف ولا ترتعب كما كنت مع موسى عبدي اكون معاك انت ايضا. لا يقع بك احد ليؤذيك. احفظ ايات، احفظ ايات ورد بالايات. خلي عندك رصيد كبير من الايات ترد بيه على كل مشكله، ترد بيه على كل مشكله، ترد بيه على حروب الشياطين. إن جالك فكر خوف قل لا، ده أولاد ربنا لازم يكونوا جبابرة. شوفوا يعجبني في سفر العدد، سفر العدد ربنا لما جه يعد الناس بتوعه ما قعدش يعد الحابل والنابل، عد الناس اللي هم جبابرة ورجال حرب، هم دول المعدودين. يلاقوه قال ابن 20 سنة فصاعدا الخارج للحرب، لأن أولاد ربنا لازم يكونوا جبابرة. جبابرة في روحهم، مش جبابرة يعني في القوة الجسدية، لا، جبابرة في أرواحهم، جبابرة في إيمانهم، في معنوياتهم، مش يتهز كده ويقع
ويخاف؟ لا، بيقول لك تخذ سليمان حوله 60 جبارا كلهم متعلمون الحرب، كل واحد سيفه على فخذه من هول الليل جبابرة. فانت تدخل في قتال الشياطين كجبار بأس، الشياطين يخوفوك، ده انت اللي تخوفه. تقول لي بقى معقول حد يخوف شياطين؟ صدقوني في قديسين كانوا بيخوفوا شياطين، كان الشيطان يشوف قديس يصرخ وياخد بعضه ويجي، مجرد يشوفه كده. تقول لي طب ليه انا ما بيخافوش مني الشياطين؟ اقول لك لانك بتخضع ليهم وبتسلك حسب هواهم، وزي ما بيقولوا لك تطاوع يقولوا لك اقطف من الشجره دي تقطف، يقول لك ده بقى هنخاف من مين؟ ده بقى من بتوعنا. لكن خليك جريء، وانت اللي تخوف الشياطين مش الشياطين اللي يخوفوك. تذكر دائما وعود الله، وتذكر قوة الله وعمل الله، وتذكر ثمار الروح القدس ان منها فرح وسلام، وخليك في ثمار الروح القدس دي، ما تتعبش. وباستمرار تقعد تتغنى بعمل ربنا، وتتغنى بصفات الله الجميلة، وتبعد باستمرار عن روح الضعف. في ناس بيفهموا التواضع والوداعة فهم خاطئا، ويحول الإنسان إلى شخص ضعيف، وكل شوية يقول أنا ضعيف أنا المسكين، وبعدين يلاقي نفسه اقتنع بأنه ضعيف ومسكين. ليكن، قل أنا ضعيف لكن قوة الله اللي معايا هي اللي هتشتغل فيا، وهي اللي هتشتغل بي. أنا ضعيف وعاجز عن أني أقاتل أصغركم، لكن بقوة ربنا أنت تفتكر ضعفك وتنسى قوة ربنا؟ ما ينفعش الحكاية دي. حط الاثنين مع بعض. ولا تفهم التواضع فهما خاطئا، لا تفهم التواضع فهما خاطئا. إن لقيت فخاخ العدو منصوبة أمامك تقول الفخ انكسر ونحن نجون. إيه آية؟ القديس ماري أغريس في كتابه عن المحاربات الروحية تكلم عن استخدام الآيات في الرد على كل حرب روحية، في الرد على كل فكر، وفي الرد على كل شهوة، وفي الرد على كل حرب من حروب الشيطان. تلاقي آيات قوته، لأن كلمة الرب حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. أما تمسك كلمة ربنا أحسن ما تمسك 10 سيوف، كلمة ربنا تقويك. ودايما تذكر خيرية الله، إن الله صانع الخيرات، وإن الله لابد أن يعمل معاك خير، وإن دي وظيفته، إن هو أب بيهتم بأولاده.